ازيكم يا جيش برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الخميس 6 مايو 2021. امامك فرصة جيدة لزيادة دخلك، وهذه الفرصة ستدفعك إلى بذل طاقة أكبر في العمل، وقد تكشف لك بعض الأحلام التي لك اليوم. بعض الحقائق التي تزيد من وعيك وتركيزك ستنجح في أي شيء تقوم به من الآن فصاعدا. عاطفيا، لا تقل كلاما لا يجب أن تقوله. اليوم هو يوم جيد للمواعدة والتمتع صحبة الشريك، وتنغمس في بعض المحادثات الخفيفة التي لا تحاول أن تتحكم كثيرا بشريك حياتك. مهنيا، سيكون يومك في العمل عاديا اليوم، وستتمكن من الاستفادة من أوقات الفراغ. عليك أن تحصل على قسط معلومات وقسط من الراحة. صحيا، استبدل الأكل الدسم أو الغني بالسكريات بالخضروات والفواكه والعصائر الطبيعية. تجنب البدانة والحفاظ على جسد جميل. توقعات برج الدلو للرجل: لا تفكر بطريقة مختلفة اليوم، سوف تؤثر بشدة انطباعك على الآخرين. فكر مليا في وضعك وارسم طريق لنفسك تمشي عليه بخط، فالنجاح حليفك على كافة الأصعدة. توقعات برج الدلو للمرأة: لا تتركي حماستك تخفت اليوم، عليك التأكد من أن كل من حولك الآن يصب في مصلحتك، والتأكد من أن كل الخطوات التي تتبعينها منطقية ومرتبة، وتأكدي من أن كل أحلامك وطموحاتك لها تفسير ومنطق. تأكدي من أن لكل شيء خطة حتى لا تحدث أي مشكلة. الإنعزال ليس أمرا سيئا، خاصة وأنت تشعرين بأنك لا تنتمين إلى أي شيء في الحياة، لكن يجب أن لا يطول الإنعزال. اختاري كلماتك بعناية حتى تتحدثين. أنت تريدين بعض الوقت لإعادة النظر في أمور كثيرة في حياتك.